فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل كتابة كلمة حلال على غلاف اللحوم هل يرفع ذلك الشبهة عن كونهم ذبحوها بغير طريقة شرعية؟ لا، قد يكون هذا الكيس لذبيحة أخرى ولبسوه على هذه، أو يريدون غش الناس فيجعلون هذه الأكياس، هذا ما يثبت أنها مذبوحة ذبحا إسلاميا، إلا إذا كان عليها شهادة أو ختم مختمة، ختم معتمد. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.